بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ الدكتور مصطفى محمد محمد البغدادي، أستاذ الجغرافيا في العمران ورئيس قسم الجغرافيا بالكلية السابق، والحاصل على جائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 2021 في العلوم الاجتماعية. ويشرفني أن أوضح بعض الإنجازات العلمية خلال مسيرتي في هذه الكلية. أولاً أنا يعني أشرفت على حوالي 42 رسالة ماجستير ودكتوراه، وحكمت حوالي 71 رسالة ماجستير ودكتوراه بإجمالي 113 رسالة ماجستير ودكتوراه، وقمت بتحكيم عدد 300 بحث للنشر في المجلات العلمية في الجامعات المختلفة، وأيضا قمت بتحكيم عدد 34 ترقية أستاذ وأستاذ مساعد في الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، واشتركت بأوراق بحثية في عدد 14 مؤتمر علمي محلي ودولي، وقمت بنشر حوالي 19 بحث علمي في مجلات مفهرسة، وتم نشر حوالي 7 كتب كان آخرها وهو تحت الطبع بعنوان الاتجاهات الحديثة في جغرافية الخدمات، واكتست العديد من يعني الدورات التدريبية في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد واستخدام التكنولوجيا في التدريس والعديد من الدورات، وأيضا حاضرت في برنامج تنمية قدرات أعضاء التدريس كمدرب تحت عنوان إشكاليات البحث العلمي في مصر عام 2011. أيضا اعتمدت خبيرا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني في مجال الجغرافيا منذ عام 2014 حتى الآن، وأنا أيضا مقدر لجنة النشاط الثقافي للجمعية الجغرافية والمسؤول عن تنظيم وتقديم محاضرات الموسم الثقافي في الجمعية منذ عام 2016 حتى الآن، وعضو هيئة تحرير مجلات الجمعية الجغرافية المصرية العربية والأجنبية، والمستشار الثقافي لبرنامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية إلى المستوى الجامعي. أيضا قمت بالمراجعة الداخلية والخارجية لمقررات برامج الجغرافيا في كلية التربية جامعة عين شمس وكلية التربية جامعة حلوان، والإشراف العلمي والإداري على الدراسات الميدانية في الكلية طوال فترة طويلة من 77 حتى 2022، وقمت بتغيير مسمى قسم الجغرافيا بالكلية إلى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية عام 2013، وأسست معمل نظم المعلومات الجغرافية بالكلية عام 2008، وأيضا ساهمت كرئيس للقسم في إقرار الدراسة الميدانية في لائحة المقررات الجغرافية وتثبيت ميزانية سنوية من الجامعة للوفاء بمتطلبات هذه الرحلات العلمية، وأيضا قمت بتحكيم مشروع مقدم لأكاديمية البحث العلمي بعنوان تأثير المياه الجوفية على الآثار في محافظة المنيا، وأعد من أول من كتب دراسة منهجية عن علاقة علم الجغرافيا بالخدمات، وجميع الكتب التي جاءت بعدي ذكرت ذلك صراحة في كتبهم. وأود أن أذكر بعض عضوية اللجان التي أتبعها، ومنها عضوية الجمعية الجغرافية المصرية منذ عام 73، عضوية مجلس إدارة الجمعية الجغرافية منذ 2016 حتى الآن، عضو الهيئة الاستشارية لتحرير مجلة بحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس من 2013 حتى الآن، عضو المنظمة العربية للتدريب وتنمية الموارد البشرية منذ عام 2016 حتى الآن، عضو مجلس إدارة نقابة الجغرافيين في مصر تحت التأسيس، عضو اللجنة الفنية لتعديل وتنقيح مناهج الجغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة، عضو لجنة مراجعة وفحص كتب الجغرافيا التي تدرس في المدارس الدولية، أيضا عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مصر في جامعات أم القرى في السعودية وجامعات كربلاء وتكريت وميسان وديالي وزيقار في العراق. وأود في الختام أني يعني أوضح نقاط سريعة كده عن دور الجامعة في دعم البحث العلمي. الجامعة لم يعني تبخل في رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس،
ومنحت لشباب العلماء منح، ومنها المنحة اليابانية، وقامت بعمل نماذج لحصر الإنجازات العلمية والترشح لجوائز الجامعات المختلفة وتدعيم المراكز البحثية وإنشاء موقع البحث العلمي للاستفادة من الرسائل العلمية وإنشاء مراكز للبحوث سواء كانت طبية أو تجارية أو إحصائية أو شرق الأوسط إلى آخره. وقامت أيضا بعمل ورش للتدريب على المعامل الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد، وأيضا دعم وتمويل الأبحاث العلمية للنشر الدولي، وقامت بإنشاء عمل ورش ودورات ودبلومات ومنها الاستشعار عن بعد. وطبعا يعني يحضرني أن إحدى تلميذاتي وهي الأستاذة الدكتورة رشا حامد بندق هي المنسق للدبلومة التي بين جامعة عين شمس وبين الهيئة العامة للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء. فيعني وأود أيضا في هذا المقام أني يعني أقول رسالة للزملاء للتحفيز للبحث العلمي والتأهيل للحصول على جوائز متميزة، أن يعني يستفيدوا من كل هذه المعطيات. فالحمد لله يعني رئيس الجامعة الحالي الأستاذ الدكتور محمود المتيني وفر أشياء لم تكن موجودة من قبل، وبالتالي فنحن كجيل نحتنا في الصخر علشان نوصل إلى هذه الدرجة. فالأجيال الجديدة الأمور أمامها ميسرة، فلابد من الاستفادة من كل هذه المعطيات لعمل بحث علمي جيد أو أبحاث علمية جيدة تطبيقية يعني تفيد المجتمع وتفيد البيئة، ويعني تكون هناك نشر علمي يتمشى على بالمعايير الدولية ويكون لها مردودها اللي بننتظره من الباحثين في هذا المقام. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.